الدخول الرسمي ودخول أبنائنا المتكونين الجدد سيكون في الثامن من الشهر أكتوبر. تحضيرا لهذا الدخول قامت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية كيكدا على غرار باقي مديريات الوطن بفتح عدة مناصب في مجال أو في نمط التمهين، في النمط الحضوري، كذلك تكوين معماري كدروس مسائية، وفي مجال المرأة الماكتة في البيت أو في الوسط الريفي، وحتى بالنسبة لتكوين المساجين وكذلك المستفيدين من منحة البطالة، حيث وخلال هذه الدورة تم فتح ما يقارب 5155 منصب لهذه الفئة، أي بلغ عدد المناصب المعروضة بمناسبة هذه الدورة 11211 منصب بيداغوجي لشباب ولاية كيكدا. فقد تم كذلك فتح تخصصات جديدة تتماشى والطابع التنموي للولاية، منها في مجال الفلاحة كتربية الأبقار، تربية الدواجن، كذلك استخراج زيت الزيتون، كذلك مراقبة وتعبئة منتجات الحليب، وفي تخصصات أخرى. كل هذه التخصصات في فتحت لأول مرة بالولاية تلبية لحاجيات وطلبات شباب المنطقة. أبواب المؤسسة التكوينية كلها مفتوحة لاستقبال يعني الشباب، اي كومبري يعني عطلة نهاية الأسبوع راهي مفتوحة. هناك منصة تسمى رقمية، منصة مهنتي يتم عبرها التسجيل ثم إيداع الملفات على مستوى مكاتب الاستقبال والتوجيه على مستوى المؤسسة التكوينية. الإقبال يعني راه يعني إقبال مليح، يعني وصل حتى تعدينا 50% من طالبات التكوين، وما زالت الأبواب راهي مفتوحة عن طريق يعني هذه الحملات التحسيسية لي يعني استهداف الشباب أو أولياء الشباب. نحن هنا في الحملة التحسيسية الإعلامية الخاصة بالمقاطعة واحد مقاطعة كيكدا من أجل التعريف بالتخصصات الموجودة في معهد السياحة لدورة سبتمبر 2024، كذلك من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الراغب في التسجيل والتعريف بالمعهد.